سنذهب الآن للحديث عن الشأن الصهيوني وكذلك ما أظهرته كتائب الشهيد عز الدين القسام فيما يتعلق بعدد من الأسرى لديها ممن أظهرتهم قبل قليل أو قبل ساعة من الآن يتحدثون عن كيف أنهم يشتاقون للعودة إلى عائلاتهم. وهؤلاء تحديدا قام الجيش الصهيوني في فترة سابقة بقتلهم. معنا للتعليق على هذا الأمر وكذلك فيما يتعلق بالشأن العبري بصورة كاملة وما يجري داخل الكيان الصهيوني الأستاذ عادل شديد وهو مختص بالشؤون الإسرائيلية. أستاذ عادل مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني سنشاهد هذا الفيديو الذي عرضته كتائب القسام لعدد من الجنود الأسرى لديها والذين قتلوا في فترة سابقة قتلهم الجيش الصهيوني في فترة سابقة ومن ثم نعلق. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, אני חזק. וכולנו נחזור ויהיה שלום ויהיה בסדר. לדבר לאחותי ש... עוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני יום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסמו, שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך. אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי, אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. כל יום יש פיצוץ, אפילו הבית שהיינו, הבית עצמו פיצצו אותו, מזל יצאנו. הייתי בשלושה בתים, הופצצו על ידי חיל האוויר. אני רוצה למסור הודעה לבנימין נתניהו, ראש הממשלה, שיפסיק את המלחמה ואת הטילים, שלא יפגע בי ובשאר החטופים שנמצאים פה בעזה, ואנחנו רוצים לחזור הביתה בשלום. ואני רוצה להגיד שבבקשה יפסיק את המלחמה, בבקשה. ואנחנו רוצים לחזור הביתה בשלום. يعني كما تابعنا أستاذ عادل تمنى هؤلاء الجنود الصهاينة الأسرى في قطاع غزة أن يعودوا إلى بيوتهم بسلام، لكن يبدو أن لنتنياهو رأي آخر من خلال أن جنوده قاموا بقتل هؤلاء الأسرى. الآن السؤال، ما الذي تريد كتائب القسام من خلال عرضها مثل هكذا فيديوهات؟ هذا ليس الأول، وقبل أيام كان هناك فيديو شبيه بهذا الفيديو. البعض بالمناسبة تحدث أستاذ عادل من أن كتائب القسام تقصف حكومة نتنياهو ونتنياهو على وجه التحديد من خلال هذه الفيديوهات تماما كما أنها تقصف تل أبيب بالصواريخ. يعني مرة أخرى مساء الخير لك وللمشاهدين. يعني لا شك أنه المعركة المعنوية والنفسية قد تكون يعني أهم وأخطر بكثير من المعركة العسكرية، وخاصة أنه الجندي صاحب المعنويات المنهارة والذي يشعر أنه عاجز عن تحقيق الأهداف الموضوعة أمامه ومجتمعه بدأ يشكك بالحرب لا يقاتل ويشعر أنه مهزوم،
وخاصة أنه بهاي الحرب أنه جزء من الأهداف والعناوين المعلنة للحرب هو إعادة الأسرى الإسرائيليين المأسورين لدى حماس والمقاومة في غزة دون شرط أو قيد، هيك كان الخطاب الإسرائيلي. ولكن حتى اللحظة بعد مرور يعني 92 يوم لم تتمكن إسرائيل من تحرير أي منهم باستثناء أولئك الذين تم الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل بحين وهدنوا، لم يتم إطلاق سراح أي منهم إلا بموافقة كتائب القسام، والذي لا يعني لا يشكل انتصارا إسرائيليا بقدر ما أنه يشكل هزيمة، وخاصة أنه بالوقت اللي أرادت إسرائيل أن تنهي وتصفي وتبيد وتجتث القسام وحماس وجدت نفسها مضطرة للتفاوض معها لإعادة أسراها، وهذا ما تخشاه إسرائيل مستقبلا. لذلك نتنياهو ليس من أولويته إعادة الأسرى أحياء لكي لا يدفع ثمن، لكي لا يوقف الحرب، لكي لا يعطي شرعية لحركة حماس. لذلك تأتي حركة حماس اليوم ومع يعني أستاذ عادل نتنياهو يعتبر محلي. أستاذ عادل نتنياهو يعتبر أن إطلاق سراح الأسرى خاصة من الجنود والضباط والقادة الأسرى لدى كتائب القسام يعتبر انتصار لحركة حماس، وبالتالي لا يريد أن تستحوذ حركة حماس على هذا الانتصار؟ بالتأكيد، وهو حقيقة انتصار، لأنه يعني من ضمن الأهداف المعلنة لمعركة طوفان الأقصى كما أعلن عنها القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بالساعات الأولى لمعركة الطوفان، تحدث أنه موضوع الأسرى أحد الأهداف المعلنة لمعركة طوفان الأقصى، وبالتالي وإسرائيل أعلنت أنه موضوع استعادة الأسرى الهدف الأول لهذه الحرب. بالتالي الآن المعركة الحقيقية من الذي سيحقق أهدافه، من الذي سيفرض شروطه، من الذي سيفرض إرادته على الطرف الآخر. بالتالي يأتي إطلاق هذا الفيديو بالتزامن الدقيق مع انطلاق مظاهرة ضخمة في تل أبيب وعدة مظاهرات في مناطق أخرى من إسرائيل مطالبة بإطلاق سراح الأسرى. يعني التوقيت لم يكن يعني عبثيا أو مصادفة بقدر ما كان مدروسا بعناية، وذلك لإعادة طرح موضوع الأسرى على طاولة النقاش العام في إسرائيل من جهة لزيادة الضغط المجتمعي على بنيامين نتنياهو الذي يحاول أن يتملص وأن يتنصل من مسؤولية إعادة الأسرى، ولإصال رسالة للمجتمع اليهودي أن أبناءكم بخير، ولكن الخطورة تأتيهم من استمرار الحرب، وحكومتكم ليست معنية بإعادة أسراهم بقدر ما نحن معنيون، لأن إطلاق سراحهم يعني أننا سنطلق سراح أسرانا، وبقائهم عندنا يعني أننا لن نتمكن من إطلاق سراح أسرانا. وبالتالي بهاي اللغة حين يخاطب الإسرائيلي بهاي اللغة الموضوعية يفهم الإسرائيلي أنها ليست حربا نفسية يراد منها تحطيم معنويات الإسرائيليين بقدر ما هي مساعدة الإسرائيليين لكي يساعدوا أنفسهم. أستاذ عادل، ما تحدثت عنه أنت من أن نتنياهو غير معني بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى لأنه هذا سيكون رصيد لحركة حماس، هل يفهم الإسرائيليون ذلك؟ هل يفهم أهالي الأسرى هؤلاء هذه العقلية التي يفكر بها نتنياهو؟ لذلك اليوم 76% من المجتمع اليهودي يطالبون نتنياهو بالرحيل الفوري وحتى عدم الانتظار لنهاية الحرب. وشفنا قبل أسبوعين ثلاث بهاي المظاهرات في تل أبيب جزء من اليافطات التي رفعت كتب عليها بشكل واضح يا بنيامين نتنياهو، يا رئيس حكومتنا المحترم، ننصحك أنت وولادك وزوجتك إنكم تروحوا تسلموا حالكم لكتائب القسام وروحوا مقابلكم الأسرى الإسرائيليين المظلومين اللي أنت فشلت في حمايتهم يوم 7 أكتوبر واليوم رافض ترجعهم. بالتالي نعم نتنياهو له مصلحة سياسية كبرى
واستراتيجية ليس له أيضا لإسرائيل بعدم السماح لكتائب القسام وحماس أن تسجل انتصارا إضافيا يضاف إلى الانتصار الذي حقق بالسابع من أكتوبر، لأن هذا الانتصار. لكن أستاذ عادل يعني أنا آسف للمقاطعة في هذه الجزئية، هل هذه المسألة مرتبطة بشخص نتنياهو فقط؟ بمعنى لو جاء جانتس هل من الممكن أن يذهب باتجاه إتمام صفقة التبادل؟ يعني أعتقد أنه جانتس من حيث الفلسفة الأمنية والعسكرية يتفق تماما مع نتنياهو، لأنه هي مصلحة أمن قومي، وبالتالي يعني هذا يعني أنه تم خلق واقع جديد، معاملة معادلة جديدة بالعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، أنه إسرائيل لا تفهم سوى لغة واحدة وحيدة وهي القوة، وفقط بالقوة ممكن أن نفرض رأينا ورؤيتنا وإرادتنا على إسرائيل، والأهم من ذلك وإلغاء مكانة ودور الاعتقال بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية لسبب بسيط، إنه لما عبد الله البرغوثي المحكوم 67 مؤبد، ومروان البرغوثي المحكوم 5 مؤبدات، ونائل البرغوثي المحكوم مدى الحياة، بروحه بفعل القوة، هذا يعني إنه مستقبلا سيقوم مئات آلاف الفلسطينيين بتنفيذ عمليات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين، طالما إنه راح حماس تأسر إسرائيليين وتروحهم بدالها، بالتالي الموضوع استراتيجي. ولكن نتنياهو لكن أستاذ عادل الآن هناك 137 أو 136 أسير إسرائيلي لدى كتائب القسام، بعضهم ضباط وجنود وقادة ربما ألوية، وبالتالي المسألة ليست مرتبطة لا بجلعاد شليط ولا بشاؤول أرون ولا غيره، يعني المسألة مرتبطة عمليا بما يشبه الفرقة في غزة. لذلك لو كان نتنياهو يعلم عن أماكن تواجدهم لم انتظر حتى يومنا هذا لقصفهم وأغلق هذا الملف إلى الأبد. وهذه بالمناسبة يعني بالتاريخ الإسرائيلي حين كان يعلم أين يوجد الأسرى كان أمام خيارين، إما أن يقوم بقصفهم للقضاء على الجميع، وإما أن يحاول تحريرهم بعمليات كوماندوز وأحيانا كانت تنتهي بقتل الجميع على مبدأ هانيبال. وهذا ما تحدث عنه عدد من الأسرى الذين ظهروا بالفيديو من أنهم كانوا ينتقلوا من منزل إلى منزل حينما كان يقصف هذا المنزل. أعود إلى الفيديو، هناك إشارة في هذا اسمح لي نقطة على أساس نعمل فرق نميز علشان المشاهد والمستمع يعرف الأمور. هانيبال هي قاعدة معمول بها أثناء الحرب لقتل الآسر والمأسور لعدم تمكين المقاومة من أسره. إحنا اليوم تجاوزنا المرحلة، الآن في أسرى أحياء، مسؤولية إسرائيل إعادتهم الآن أحياء إلى ذويهم، وهذه مسؤولية الحكومة، وهذا العقد بين المواطن وبين الدولي، بين الجندي وبين الدولي. ولكن لأن ثمن صفقة جلعاد شليت وهو واحد كانت باهظة، واليوم إسرائيل تدفع الثمن السنوار وغيره من أولئك الذين حرروا بصفقة تبادل شليت، في ظل شعور نتنياهو بعدم ثقة المجتمع اليهودي وبظل أزمات الداخلية بالحكومة الإسرائيلية ما بين المستويات السياسية والمستويات السياسية من جهة والمستويات الأمنية، نتنياهو يرى أن أقل الحلول خسارة بل أفضلها هي التخلص من ملف الأسرى وإنهائهم لكي لا يجد نفسه مضطرا لإخراج كل الأسرى الفلسطينيين، وأن يسجل أنه بتاريخ وبفترة بنيامين نتنياهو الذي أراد أن يسجل التاريخ أنه كان سيد الأمن وآخر ملوك إسرائيل وآخر أنبياء إسرائيل، ليسجل التاريخ أنه كان أكثر رئيسا لإسرائيل فشلا وهزيمة. لكن بناء على كلامك أستاذ عادل يجب محاسبة الجيش الصهيوني على قتله أكثر من 70 أسير إسرائيلي في قطاع غزة. البعض تحدث من أنه كان يشك الجيش الإسرائيلي أن هناك في هذا المبنى أسير إسرائيلي فيقوم بقصفه حتى يعني يقلل من أعداد الأسرى الإسرائيليين. لكن أريد أن أسألك هنا حول الفيديو نفسه، يعني في هؤلاء الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي
ظهروا وهم يحملون الرايات البيضاء وظهروا وهم مدنيون، بمعنى أنه الجيش الإسرائيلي اليوم يستهدف كل شيء في قطاع غزة، حتى لو كان هناك مدنيون يحملون الراية البيضاء يقتلهم، وهذا ما يعرف بحرب الإبادة الجماعية. وهذا ما أخذ على الجيش الصهيوني فيما يتعلق بحربه على قطاع غزة، يعني لا يوجد شيء استسلام، الكل سيقتل في قطاع غزة. طلع هذا الجيش الإسرائيلي لا يأبه منه وليس قلقا مما يقال. الآن ممكن بدأ يشعر بالقلق بعد أن رفعت قضية للأسف من جنوب أفريقيا، ولم تجرؤ دولة عربية أو إسلامية واحدة لرفعها إلى محكمة العدل الدولية، بل رفعت من دولة جنوب أفريقيا. الآن بدأت إسرائيل تحسب حساب لهذا الجانب، ولكن في موضوع الأسرى، موضوع قتل هؤلاء الأسرى، وكشف مسألتين. الأولى إنه أو موضوع الأسرى ليس جزء من أولوية الجيش الإسرائيلي، ولو كان جزء من أولويتهم لشهد الكتاب العبراني هتسيلوا أتانوا، كان مكتوب بالعبراني أنقذونا، وحكوا باللغة العبرية طلعونا، وكان كاتبين على العمارة اللي هم فيها إنه لافتي طلعونا، وبالتالي وقرأوها الجنود الإسرائيليين. ولكن لأنهم لا يتصرفون على أرضية أنه أولويتهم في التواجد بالشجاعية وغيرها لاستعادة الأسرى، إنما لقتل كل من هو موجود، هذا الذي يسجل عليهم. والمسألة الثانية التي كشفتها، كم هو حال التوتر الذي يعيش الجنود في غزة، وهذا ناتج عن طبيعة طراوة القتال في مع قوى المقاومة، مع القسام ومع سرايا القدس ومع كتائب الأقصى ومع كل هاي القوى والفصائل والأجنحة العسكرية. وهذا أيضا له تأثير مهم لا يقل أهمية عن قتل الأسرى لسبب بسيط. أستاذ عادل، فيما يتعلق أيضا بالفيديو، واضح أن كتائب القسام قامت بتسجيل فيديوهات لكافة الأسرى لديها في قطاع غزة، هذا أمر. أمر آخر، ما مدى تأثير هكذا فيديوهات وأنت مختص بالشأن العبري؟ هل يتلقف الصهاينة هذه الفيديوهات؟ ما مدى تأثير هذه الفيديوهات على أهالي الأسرى؟ وما مدى أيضا يعني ترجمتها على أرض الواقع، بمثلا حينما يظهر فيديو اليوم تكون مسيرة يوم غد؟ طبعا هذا بالغ الأهمية للكثير من الاعتبارات. أولا حرب الروايات، هذه الرواية حقيقية مصورة، والصورة أصدق من ألف كلمة، وحين تعرض على المجتمع اليهودي، المجتمع اليهودي يثق بها ألف مرة عن ثقته برواية جيشه. والدليل أنه كل مرة بعد إصدار وإخراج كتائب القسام لهذه الفيديوهات بيطلع لنا الناطق العسكري والجيش والأمن بيطالبوا الناس ما يحضروا، هذا إرهاب نفسي وإرهاب معنوي وإرهاب فكري من حماس، وتريد ضرب معنويات المجتمع الإسرائيلي. ولو كانت إسرائيل تملك رواية مضادة قادرة على الرد على رواية القسام، لما طالبت مجتمعها إنه ما تسمعوش وما تحضروش وإياكم، وهذا بضرب معنويات المجتمع. ولكن المهم في هذا الموضوع إنه كتائب القسام تقدر تفرض إرادتها على المجتمع الإسرائيلي، وبتتحكم هي بمضامين النقاش في المجتمع الإسرائيلي، من جهة إنه أبنائكم بخير ويعاملون باحترام، وإن قصفوا سيموت الجميع مع بعض، الآسر والمأسور، ولكن الآسر يعمل المستحيل حفاظا على أرواح أبنائكم، وهذا من شأنه أن يغير الصورة السوداوية الشيطانية التي حاول أن يرسمها الأمريكي والإسرائيلي عن كتائب القسام والمقاومة بالأيام الأولى، وفشلوا من أن يقدموا تقارير لذلك. ثم إنه القسام لا تتعامل فقط مع هؤلاء كأرقام وجسد تستفيد من كل، يعني أسر جلعاد شليت تم في يوم السبت 25/6/2006، حتى يومنا هذا يعني بعد مرور حوالي يعني 27 عام ونصف على أسره، ولا بعد مرور 17 عام على أسره،
وبعد مرور أكثر من 13 عام أو 12 عام على إطلاق سراحهم تفاجئنا كتائب القسام كل عدة شهور تفرج عن فيديو لمشهد ما في مكان ما لجلعاد شليت. هذا يعني أننا أمام منظومة أمنية معقدة تعي ما تفعل وتجيد توظيف ورقة الأسرى لاستخدامها كورقة ضغط على المجتمع لكي يقوم المجتمع بالضغط على حكومته. وليس فقط هي تظهر مدى هشاشة الحكومة والجيش في إيش؟ في منع أسره وفي تحريره بدون شرط وقيد وفي عدم قدرته على تحريره بدون الثمن المطلوب. يعني فشل متراكم للجيش الصهيوني والمنظومة الأمنية. أستاذ عادل إذا سمحت لي، ما حجم المأزق الذي يعيشه نتنياهو اليوم بعد أن دخلنا بالشهر الرابع من العدوان على قطاع غزة؟ ونتنياهو كما تعلم ظهر متبجحا أمام الإعلام هو وغالنت حينما قال سنفرج عن كافة الأسرى وسنقضي على حركة حماس وسنخرج سكان قطاع غزة إلى سيناء، وكان ولا ماء ولا غذاء ولا دواء ولا هواء في قطاع غزة. اليوم نتنياهو الخلافات الداخلية بدأت تظهر على السطح وأخرجت من الملف الخلافات أخرج من الدرج وأصبح فوق الطاولة، ومكان تحت الطاولة أصبح فوق الطاولة وربما تحترق الطاولة بمن عليها. كيف تنظر إلى استفادة المقاومة الفلسطينية اليوم من هذه الخلافات وهذا الفشل الذريع للاحتلال؟ يعني لا شك أنه هاي الحرب قد تكون يعني أول حرب إسرائيلية عربية منذ 48 التي يظهر فيها الإسرائيلي مفككا ومنقسما ومشرذما، وبالعامية ما واحد فيهم ماسك الثاني، ثلاث أرباع المجتمع الإسرائيلي لا يثق برئيس حكومته، وزراء الحكومة لا يثقون بنتنياهو، نتنياهو لا يثق بالجيش ويحملهم مسؤولية الفشل، لا بل يتهمهم بالتآمر مع حماس في يوم 17 لإفشاله. وهي الحرب اللي ظهرت بالأيام الأخيرة. بالمقابل نرى أنه هنالك حالة من الانسجام شبه التام ما بين القيادة المقاومة القسام وسرايا القدس والمجاهدين وغيرهم وخلفهم الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني والكثير من الشعوب العربية. بمعنى أنه لو أجت حماس وأخذت أي قرار اليوم سنجد بالحد الأدنى 95% من الشارع الفلسطيني يدعمها قلبا وقالبا وبدون التحقق من مضمون ما اتفق عليه، بينما في إسرائيل لن يجرؤ أي مسؤول إسرائيلي للذهاب خطوة واحدة إلى الأمام الكثير من الأسباب. أولها أنه حتى لحظة من فشل إلى فشل من هزيمة إلى هزيمة لم يستطيعوا تحقيق أي شيء ممكن أن يرمم الصورة السلبية التي تحطمت في 7 أكتوبر. الخلافات العميقة تجعلهم يتنافسون أكثر من الذي سيظهر أكثر بطشا وإجراما وعنجهية. إحساسهم أنه لجان التحقيق تنتظرهم، شعورهم وإدراكهم بعدم ثقة المجتمع، كل هاي العناصر تؤدي إلى حالة إرباك وتخبط مش طبيعي بالمجتمع. وبالمناسبة هاي الحالة ساهمت بإطالة أمد الحرب، ولكن بالنهاية المجتمع اليهودي له 92 يوم صامد ودفع ثمن وبدفع أثمان، ولكن إلى متى سيستمر دعم المجتمع اليهودي لهذه الحرب في ظل قناعة بدأت تزداد من 10 أيام وجاي اللي هي أنه حرب بكل فعالية وبالمقابل جدوى منخفضة تماما، لا يوجد انسجام وملائمة ما بين الكلفة والثمن المدفوع يوميا ويدفع بشريا واقتصاديا وسياسيا وأخلاقيا مقابل الإنجازات التي تحقق بالميدان. أعتقد أنه بالأيام القادمة سنبدأ نلمس بداية تحول بأراء المجتمع وحافزية ودافعية وزخم الدعم المجتمعي اليهودي لهاي الحرب. هل من الممكن ما تحدثت عنه الآن تحول موقف المجتمع الصهيوني من الحرب، من الممكن أن يدفع أكثر مثلا المعارضة للتدخل
في حيثيات قرارات الحكومة، في حيثيات المعركة، تستفيد من هذا التحول المجتمعي؟ يعني ممكن أن يؤدي هذا إلى تعميق الأزمة بين غانتس وأيزنكوت من جهة، ومن يمين نتنياهو وشركاء بن يمين نتنياهو، وأن يؤدي إلى انسحاب وخروج غانتس من مجلس الحرب، وخروج غانتس من مجلس الحرب يعني انهيار مجلس الحرب وعودة الأمور إلى الحكومة التي أصلا مثار ومحط خلاف لدى أو أغلبية الشارع اليهودي بسبب جملة القرارات التي بدأت فيها الحكومة الإسرائيلية منذ أكثر من عام، واللي دفعت مئات الألوف من الإسرائيليين أن ينزلوا للشارع في مظاهرات طيلة السنة، والتي توقفت مع بدء الحرب. ولكن بخلاصة الموضوع، ليس فقط نتنياهو هو الذي يمر بأزمة، كل إسرائيل تمر بأزمة. نعم، أشكرك الأستاذ عادل شديد الخبير في الشؤون العبرية.